أرحب بكم أصدقائي الأعزاء في هذه الجلسة الجديدة من سلسلة منهاج الجغرافيا للصف الثالث الثانوي الأدبي، وهذه الجلسة مخصصة للوحدة الثانية عن أنماط العمران، مدينة دمشق، درة الشرق. فدرة الشرق أي جوهرة شرق المتوسط، وهي مدينة دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية. أنماط العمران مدينة دمشق درة الشرق. لنطلع على هذه الصورة، وهي صورة معروفة لدمشق ومشهورة. لدينا هنا ساحة الأمويين، ولدينا هنا نصب تذكاري للسيف الدمشقي، وهذا جبل قاسيون المطل على مدينة دمشق. دمشق مدينة عريقة أي قديمة، سكنها الإنسان منذ الألف الثانية قبل الميلاد، أي منذ عام 2000 قبل الميلاد. ومدينة دمشق هي مدينة مأهولة مسكونة، وتعد من أقدم المدن المأهولة في العالم، المأهولة المسكونة. تقع على الطرف الغربي لحوضة واسعة. الحوضة أي الحوض، ويقصد بها غوطة دمشق أو حوض دمشق. والطرف الغربي أي غرب حوض دمشق. توضعت فيها رواسب نهر بردة. الرواسب هي الصخور الرسوبية، الصخور التي تترسب نتيجة نقل المياه لنواتج الحت والتعرية. ويقوم نهر بردة بنقل نواتج الحت والتعرية من المنطقة الجبلية ليلقيها في حوض دمشق، وهذا ما نقصد به بعبارة رواسب نهر بردة. وهذا أعطاها تربة خصبة مميزة. من المعروف أن الترب النهرية هي من أخصب التراب الصالحة للزراعة. تتسم بمناخها شبه الجاف، المناخ في مدينة دمشق وفي غوطة دمشق شبه جاف، ويعد نهر بردة أساس مقومات وجودها. إذا نهر بردة هو أحد أهم أسباب إقامة مدينة دمشق وغوطة دمشق في موقعها. إذ أقام الإنسان القديم مساكنه قرب مجرى النهر مشكلا قرية صغيرة. في البداية كانت المدينة قرية، ثم بدأ يطبق أساليب الزراعة الكثيفة. الزراعة الكثيفة أي زراعة عدة محاصيل في المنطقة الواحدة على مدار السنة. في كل موسم من المواسم نقوم بزراعة محصول ما، وهذا أوجد مدينة منتجة كانت توفر الغذاء للسكان والمواد الخام للصناعة. إذا شيئا فشيئا تحولت المدينة من مدينة زراعية توفر الغذاء إلى مدينة صناعية تؤمن المواد الخام، لتتحول فيما بعد إلى عاصمة لحضارات متعاقبة. إذا أصبحت مدينة دمشق عاصمة للعديد من الحضارات المتعاقبة أي المتتالية. وقد اجتذبت النشاط التجاري بسبب موقعها الجغرافي في وسط العالم القديم. نعم، نحن نعلم أن مدينة دمشق كان لها موقع مهم جدا على طريق الحرير. بسبب هذا الموقع المهم اكتسبت أهمية تجارية كبيرة، وأصبحت محطة على طريق القوافل التجارية. محطة أي مكان تقف به القوافل التجارية لتبادل البضائع والاستراحة، ومن أهم المحاور في شبكة التجارة العالمية. نعم، إلى الآن مدينة دمشق تعتبر واحدة من أهم المدن والمحاور ضمن شبكة التجارة العالمية، وذلك أدى إلى تنشيطها ثقافيا وعلميا، فغدت مركزا لطالبي العلم. إذا من هذا النص نستنتج أن لمدينة دمشق أهمية اقتصادية، أهمية تجارية، أهمية ثقافية، أهمية علمية.
نتابع. أما في التاريخ الحديث والمعاصر، هذه صورة حديثة جدا لمدينة دمشق، وهذا السيف الدمشقي لا يزال ينتصر، وهنا لدينا نهر بردة، وهنا لدينا مبنى دار الأسد للثقافة والفنون، وهو يعبر عن مزيج من فن العمارة الإسلامية القديمة والحديثة. أخذت دمشق مركزها كعاصمة إدارية وسياسية للجمهورية العربية السورية. إذن الأهمية الحالية لمدينة دمشق أنها عاصمة إدارية وهي عاصمة سياسية للجمهورية العربية السورية، وأصبحت تعج بالفعاليات الاقتصادية والثقافية المتنوعة، ويقام فيها سنويا معرض دمشق الدولي، وهو تظاهرة ثقافية سنوية تشارك فيها العديد من الدول والعديد من الشركات العالمية، وقد اختارتها اليونسكو عاصمة للثقافة العربية في عام 2008. اليونسكو هي منظمة تابعة لهيئة الأمم المتحدة مختصة بالثقافة، اختارت مدينة دمشق عاصمة الثقافة العربية. وتعد دمشق أهم وأكبر منبع حضاري وروحي وفكري في بلاد الشام. بلاد الشام يقصد بها لبنان وفلسطين والأردن وسوريا، هذه المنطقة الجغرافية هي بلاد الشام، ودمشق تعتبر منبع حضاري وروحي وفكري لهذه البلاد، بما تضمه من جامعات كجامعة دمشق العريقة، ومراكز بحوث، ومراكز ثقافية، ومسارح، ودور سينما. كما رأينا كل هذه التظاهرات المذكورة هي تظاهرات ثقافية وعلمية، وتضم أيضا أعظم المكتبات التي جمعت الإرث الثقافي والتاريخي، كالمكتبة الظاهرية ومكتبة الأسد التي تضم نفائس الكتب والمخطوطات. نفائس الكتب أي الكتب النادرة، والمخطوطات أي أيضا المخطوطات القديمة النادرة. وفيها مجمع اللغة العربية، وهو هيئة مختصة باللغة العربية تقوم بإصدار مجموعة من الكتب كترجمة الكتب من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وإصدار أيضا مجموعة من الكتب المختصة باللغة العربية. وقصر العظم ودار الأسد للثقافة والفنون، والكثير من المتاحف كمتحف دمشق الوطني، والأوابد التاريخية. الأوابد جمع كلمة آبدة، وهي المنشآت التاريخية القديمة التي لا تزال قائمة حتى عصرنا هذا. والأضرحة، الأضرحة هي جمع كلمة ضريح، وهي المقامات التي دفن بها بعض الأشخاص. والجوامع والكنائس التي تدل على تراكم هائل من الحضارات المتعاقبة. المتعاقبة هي المتتالية. وتتنوع في مدينة دمشق الخدمات الترفيهية بين النوادي الرياضية والحدائق والمطاعم، وتتوافر فيها المستشفيات المتخصصة والأجهزة الطبية ذات التقنية العالية والكوادر الطبية المؤهلة المدربة. ويضم القسم القديم من مدينة دمشق بقايا السور القديم والمسجد الأموي والقلعة والأسواق التي تعد القلب النابض للنشاط التجاري فيها. وما زالت أسواق دمشق القديمة محافظة على الأصالة والتراث، ويتجمع فيها أصحاب الحرفة الواحدة، الحرفة أي المهنة، في سوق واحدة مثل سوق النحاسين والحدادين. النحاسين هم مجموعة من المهنيين الذين يعدون الأدوات النحاسية كالأباريق والكؤوس النحاسية، والحدادين هم مجموعة من المهنيين الذين يقومون بأعمال الحدادة. وتتفرد بصناعة الدامسكو والبروكار. الدامسكو والبروكار هما نوعان من القماش الجميل جدا الذي
تختص بإنتاجه مدينة دمشق، وهذا أكسبها شهرة عالمية وجعلها مقصدا للناس لأغراض اقتصادية وسياحية وترفيهية، كما هي حال سوق الحميدية الشهير. هذا هو سوق الحميدية، وهو سوق شهير في دمشق، وهو سوق مسقوف. وهذه أيضا صورة لقلعة دمشق القديمة. مخطط المدينة وعمرانها، هذا هو مخطط المدينة، مخطط مدينة دمشق القديمة، كما قلنا هكذا تقريبا له شكل دائري، لأن هذا السور يحيط بالمدينة، وضمن المدينة له شكل تقريبا شطرنجي كما نلاحظ في هذه الحالة. لدينا هنا الامتداد الطولاني لمدينة دمشق على امتداد جبل قاسيون من هذه المسافة لهذه المسافة على هذه الصورة الفضائية. وهنا باللون الأخضر توجد لدينا غوطة دمشق، وهذا نهر بردة الذي يعبر دمشق. أيضا لدينا هنا ساحة الأمويين، ويظهر فيها المخطط الشعاعي. هذه هي الدائرة الساحة، وهذه مجموعة من الطرقات على شكل أشعة. تربعت مدينة دمشق القديمة بين غوطتيها، أي الغوطة الغربية والغوطة الشرقية. كلمة غوطة هي منطقة كثيفة الأشجار والغطاء النباتي، وحددها سور دفاعي مرتفع بسبعة أبواب أعطاها شكل مستطيل مدور الزوايا. إذن هذا السور الدفاعي، كانت مهمة هذا السور الدفاع عن المدينة. هذا الشكل هو تقريبا شكل مستطيل مدور الزوايا، واتخذ مخططها التنظيمي شكلا شطرنجيا لبساطته وملائمته طبيعة الموضع الذي بنيت فيه. وفي مطلع القرن العشرين، مع تزايد دور المدينة وعدد سكانها ووظائفها، أخذت تتوسع لتتجاوز سورها التاريخية إلى القرى والبلدات القريبة منها كالصالحية والمزة وبرزة. إذن هذه الصالحية والمزة وبرزة سابقا كانت قرى محيطة بمدينة دمشق، والآن تعتبر أحد أحياء مدينة دمشق، لتتحول إلى أحياء أو ضواحٍ تابعة إداريا لمحافظة دمشق من حيث الخدمات والمرافق العامة وغيرها. وقد رسمت الحدود الفاصلة بين مدينة دمشق وغوطتها المحيطة بها بقرار إداري. إذن هناك قرار صدر عن هيئة التخطيط الإقليمي في الجمهورية العربية السورية يحدد الحدود الفاصلة بين مدينة دمشق وغوطتها. تتخذ مدينة دمشق الحديثة شكلا طولانيا كما قلنا، هذا الامتداد الطولاني. أما مخططها التنظيمي فهو مركب من الشعاعي والشطرنجي بسبب وضعه من قبل جهات متعددة وفي مراحل متلاحقة، كما أن أبنية المخالفات كانت تسبق التنظيم فضلا عن اختلاف طبوغرافية المدينة. الطبوغرافية تشمل السمات الطبيعية والبشرية للمكان. إذا أبنية المخالفات هي بعض الأحياء التي تطورت على أطراف مدينة دمشق لأنها كانت تسبق التنظيم. نتابع. الآن لدينا هذا المخطط مدينة دمشق، المخطط التنظيمي لمدينة دمشق حديثا، مع التفسير أن مخطط مدينة دمشق هو مخطط شعاعي. مقصود بعبارة شعاعي أنه على شكل دائرة وتنطلق منها مجموعة من الأشعة. شطرنجي على شكل مربعات متقاطعة كرقعة الشطرنج بسبب وضعه من قبل جهات عامة وفي مراحل متلاحقة. موقعها طولي على أطراف جبل قاسيون. إذن تمتد مدينة دمشق على امتداد جبل قاسيون، لذلك لها شكل طولي. أما قديما فقد كان شكل مدينة دمشق كالتالي، كان شكلها دائريا على شكل دائرة
بسبب إحاطة المدينة بسور، وهذه هي حال معظم المدن في القديم حيث كانت المدينة تحاط بسور. أيضا كان له شكل شطرنجي ويحيط بالمدينة عدد من الأبواب. لماذا اختار البشر وسكان دمشق هذا الموقع؟ لأنه على نهر بردة، بسبب تربة المنطقة الخصبة، بسبب توفر المياه سواء من نهر بردة أو من الآبار. نتابع. لدينا الآن هذا الصندوق، وعلينا أن ننقل الإجابات إلى دفاترنا. أبين الوظائف التي اتسمت بها مدينة دمشق قديما وحديثا مع التفسير. مدينة دمشق قديما كانت لها وظيفة زراعية كثيفة بسبب توافر التربة الخصبة، ويمكن أن نضيف هنا بسبب وجود الموارد المائية من نهر بردة. كانت لها وظيفة صناعية كصناعة البروكار والدامسكو. كانت لها وظيفة تجارية بها بعض الأسواق مثل الحميدية، وبسبب موقعها على طريق التجارة العالمية. كانت لديها وظيفة سياحية، يمكن أن نقول سياحة دينية كالكنائس والمساجد. مدينة دمشق حديثاً لها وظيفة إدارية، فهي مركز وعاصمة للجمهورية العربية السورية. لها وظيفة سياحية، توجد فيها العديد من المتاحف والأندية والحدائق والمطاعم. لها وظيفة ثقافية، فيها متحف دمشق والمكتبة الظاهرية وجامعة دمشق ومكتبة الأسد. لها وظيفة خدمية أي الخدمات، بها مطار دمشق الدولي وبعض المشافي المتخصصة.